عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فكرت كتير قبل ما أكتب الجواب ده، بس خلاص اكتشفت إن الانتحار هو الحل الوحيد. أنا مش هنكر إن عشت عيشة كويسة، وكنت بلبس أحسن لبس وباكل أحسن أكل، لكن برضو دايما حاسس إني وحيد وتعيس ومحدش فاهمني. كل الناس واقفة قصاد حلمي، حتى أقرب الناس ليا، أمي وأبويا بيتريقوا عليا، أخويا بيغير مني، كل صحابي بعدوا عني. أنا عارف إني هفتقد شوية حاجات من اللي كنت بحبها، زي صوت العصافير الصبح، الكلمات المتقاطعة في الجورنال، الكتب بتاعتي. يا ريت يا أمي تسامحيني، أنا عارف إنك هتتألمي، لكن أنا خلاص ما بقتش قادر أعيش في الدنيا دي تاني. فربما الحياة ليست للجميع. الوداع، مروان سعد.